هاي يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عندنا ريفيو عن فاونديشن فيت مي. في البدايه الفاونديشن ده انا اشتريته ب 120 جنيه، كان فيه وقتها سيل، ولكن سعره الاصلي في اي ستور عاديه بيكون تقريبا ب 160 جنيه. عشان تتاكدي ان المنتج بتاعك طبعا اصلي او تقليد، في تطبيقات كتيره جدا من البلاي ستور تقدري تنزليها، بعدين تدخلي الباركود اللي موجود هنا، لو ظهرت صوره المنتج بتاعك اعرفي ان هو اصلي، غير كده بيكون تقليد، لان طبعا يقولوا لك طب شوفي لو الخط عامل ازاي، لو مش عارفه ايه الغطا فيه ايه او كده، ده كله بقى سهل جدا يتقلد. فدي افضل طريقه ان انت تدخلي الباركود، لو ظهرت ان شاء الله يكون اصلي. طيب، بالنسبة للفاونديشن ده انا اشتريته قبل كده مرتين، ولكن اشتريت منه درجة 115. المرة دي حبيت اغير واخترت درجة 120، هي نفس درجتي بالظبط. انا هعمل لكم منها سواتش دلوقتي. انا طبعا شارياه من كام يوم، دي درجة 120، زي ما انتوا شايفين كده نفس درجتي بالظبط. تمام، ما تنسوش يا بنات تعملوا لايك واشتراك بالقناة. طب نرجع تاني، ايه مميزات الفاونديشن ده؟ مميزاته زي ما انتوا شايفين كده سهل الفرد، ناعم جدا، ما بيعملش تكتلات، لو بشرتك فيها قشور او فيها حبوب ما بيعملش تكتلات حواليها، حلو جدا يعني. تاني حاجة من المميزات الفاونديشن ده ان موجود منه درجات كتيرة جدا جدا جدا، في منها على بيج، في منها على اصفر، في منها طبعا الدرجات الغامقة، في كل حاجة يعني. بصراحة درجاته متنوعة وكتيرة جدا تناسب الكل. طبعا هو للاستعمال اليومي. بالنسبة بقى للعيوب، ان الفاونديشن ده للأسف يعني بنات كتير جدا بتشتكي ان هو بيأكسد. يعني ايه بيأكسد؟ يعني بعد ساعتين تلاتة تلاقيه اتغير للون الرمادي، عمل حتة سودة في الوش، حتة تحس ان فيها فاونديشن، الحتة التانية ما خلاص اختفى منها. ولكن انا معايا بيكون حلو جدا، معرفش هل عشان انا بثبته ببودر او كده، فانا بصراحة مش عارفة. تاني حاجة ان هو ما ينفعش طبعا لمناسبات خالص، لان قلنا التغطية بتاعته من خفيفة لمتوسطة، ما يديكيش فول كوفر خالص خالص خالص، ما ينفعش. وقتها تقدري بقى لو عندك مناسبة لازم لا تجيبي منتج تاني تكون التغطية بتاعته اعلى من ده، لان ده اخره استعمال يومي فقط، يعني ده اخره عشان تحسي ان هو موجود على وشك من 3 لـ 4 ساعات، غير كده فعلا هيختفي. طبعا الفاونديشن اللي معانا ده اللي بيكون في علبة بلاستيك زي كده، ده بيكون للبشرة العادية والبشرة الدهنية، لكن اللي بيكون في علبة ازاز بيكون للبشرة الجافة. طيب ايه رأيي بصراحة فيه؟ بصراحة رأيي فيه ان هو حلو جدا جدا، لو هتستعمليه للجامعة مشوار بسيط ممتاز ممتاز ممتاز، كفاية ان هو خفيف على البشرة وما تحسيش ان في حاجة تقيلة على بشرتك، والافضل ان انت تثبتيه بأي بودرة عندك. يا رب أكون قدرت أفيدكم. مع السلامة.